دلوقتي جي معاكم مع فنان من البيت مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، رمضان النجوم. ونقول ألو لنجمتنا اللي منورانا النهاردة وفنان من البيت، هي مكسرة الدنيا في التيك توك وخصوصا لفتت نظري قوي وهي بتغني فوازير رمضان. سك 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 على الموضوع معايا ومعاكم النجمة من البيت صوت وصورة سمية الخشاب. هاي سمية، كل سنة وانتي طيبة ورمضان كريم، ويا رب يا رب بعد ما الشهر الكريم ده يعدي نخلص كلنا من الكابوس اللي احنا عايشين فيه، كابوس الكورونا. حبيبتي يا انجي، مساء الفل عليكم ومساء الفل على كل اللي عندك في الاستوديو. كل سنة وانتم طيبين، كل اللي بيشوفونا رمضان كريم عليكم. وان شاء الله يا رب تكون يكون الصيام كده سهل ولذيذ يا رب. مبسوطة قوي ان انا معاكم طبعا لايف، خلاص بقيت متعودة والله. كنت بطلع انجي خلاص لايف، انا الفترة اللي فاتت بقيت اطلع للفانز بتوعي طبعا ربنا على رغبتهم يعني، فخلاص بقيت متعودة بقى على اللايف يعني. سمية الخشاب، الوقت بتاع الحظر وقعدتنا في البيت دي خلتك اكتر ان انت تعرفي تتعاملي مع التكنولوجي الجديد بقى، الانستجرام والتيك توك والزوم دلوقتي، يعني التفاصيل كلها دلوقتي بقت اونلاين صوت وصورة، فده خلاكي تتنشطي اكتر، خلاكي تعلمي الحاجات دي اكتر انت ما كلكيش فيها قبل كده؟ بصي يا انجي، في يعني انا ما كانش ليا خالص في الحاجات دي، بدات فعلا زي ما قلتي اتعلم واتعلم لوحدي من غير ما حد يعلمني. يعني تيك توك ده كان بالنسبه لي حاجه صعبه قوي، وبعدين لقيت انه من اهم البلاتفورمز الموجوده دلوقتي، وتطبيق كله افكار وكله تكنولوجي وكله يعني بيسموها ايه، تقنيات كده، فاهمه؟ تقنيات، جبت الكلمه صح، تقنيات كده لازم تعمليها، بس في نفس الوقت اللي موهوب واللي عنده سنس هيعرف يتعلم بسرعه. انا بحب المونتاج قوي، وكان نيتي اني اتعلم مونتاج يعني فعلا ده زمان مخططاتي اني اتعلم مونتاج كويس. هو في برنامج وهو بيمنتج يعني اوتوماتيك، هو بيمنتج اوتوماتيك، فبيسهل عليكي قوي الشورت كات يعني تعملي حاجات وافكار. يعني اللي هو فوازير شريهان، طبعا بقول لك كل سنه وانت طيبه حبيبه قلبي شريهان، نجمه العالم كله، وبقولها شكرا قوي على المنشن. كنت لسه هقول لك يعني شريهان اشارت يعني التيك توك بتاعك، عجب شريهان نفسها جدا جدا التيك توك بتاع سميه، وبعتت لك وقالت لك انها كانت مبسوطه قوي، يعني هي عبرت عن اعجابها بالتيك توك بتاعك. دي حقيقة، لأنه هي شافته أنه معمول باحتراف، ده حقيقي مش أي حاجة، لأنه أنا قعدت فيه 6 ساعات. أنا عايزة أقولك يا إنجي، 6 ساعات قاعدة فيه بقطع وبحط إيه قبل إيه، وإزاي تختاري كل الحاجات دي، طبعاً جرافيك يعني الأشكال والديكوريشن والشابوهات والنظارات والدلع، كان لذيذ قوي فاكس يعني، بس تختاري إيه قبل إيه وإيه بعد إيه وإيه مناسب، وهتقطعي في الكلمة إيه وقبلها، أنت فاهمة اختيار الـ 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 الحاجات ايه قبل ايه وايه بعد ايه، والافكتس اللي هتختلها تبقى عامله ازاي. لا موضوع محتاج مخرج ومونتير، انت فاهمه؟ فلا انا حابه الحكايه، لو انا مش حابه الحكايه صدقيني مش هنجح فيها يعني. كمان اللي لفت النظر قوي كان ترند على جوجل هو بتاع سيلين ديون، شفتيه؟ ايوه ده كمان كان لذيذ قوي. ده كان لا انت متالقه على التيك توك يعني، انت الحظر جه معاكي بفوائد تانيه خالص. انا عايزه اقول لك ده اتعمل في الحمام وبالصدفه، ده ما خدش وقت وعشان تطلعي المرايتين بتوع الحمام من غير ما تبيني اللايت رينج يعني، ايوه لانك منوره، فده موضوع تاني بقى، انك تظبطي اضاءه ازاي، تظبطي كادر. يعني شوفي دلوقتي انا معاكي قلت لك استني اما اظبط لك الكادر وازاي. ايوه احنا قبل ما نبتدي على طول عايزه اقول ان سمية الخشاب هي اللي ظابطه وهي اللي شغاله وهي اللي عامله الاضاءه، وقالت لي اللوكيشن هنا احسن من هنا ونقعد كده. بجد انت على فكره، انا عايزه اقول حاجه عليكي، انت طول عمرك يا سمية عندك حته اللي هو عايز تتغلبي على حاجات، او انت طول عمرك زي ما بيقولوا فايتر، يعني انت طول الوقت اما بيكون في حاجه في دماغك انا عايزه اعمل، انا هعمل كده، هتعلم كده، يعني ما بتسكتيش. فانا ده بحبه جدا فيكي، ان انت ما الله اكبر الله اكبر، يعني مهما حصل اي مشاكل او اي احباطات، لا الحمد لله بتقومي مره ثانيه وبتكملي. طبعا اكيد. وبعدين بصي، هو الاصرار دايما بقول لكل الناس، خلوا عندكم اصرار، دايما احلموا وقولوا ان انا هحقق الحلم ده، وصروا على انكم تحققوه.
ربنا هيساعدكم وهيتحقق. يعني انا دخلت تيك توك ده بيعملوا فيديوهات صعبه قوي, وتبصي في الهوم تلاقي بيعملوا حاجات ايه ده ازاي صعب قوي, حتى ادخل واحاول وها لا هعرف وده كذا وبايديا, ما حدش علمني صدقيني ابدا خالص لوحدك. واحده واحده بدات اتعلم, بس هو جميل هو مسلي قوي. سمية الخشاب النهاردة, يمكن إحنا في الظروف اللي إحنا فيها للأسف الشديد, يعني أكيد أنا كان نفسي جدا أستضيفك هنا وتقعدي جنبي وأبقى شايفاكي ونبعدين جنب بعض, ولكن إحنا مكملين من خلال الأونلاين على قد ما نقدر. عايز أعرف سمية الخشاب, اتعلمتي إيه من فترة الحظر دي كلها؟ اتعلمتي إيه من القعدة في البيت؟ اتعلمتي إيه من القعدة لوحدك في البيت؟ رجعتي نفسك الفترة بتاعت الحظر دي, اتعلمتي منها ايه؟ بصي يا انجي, انا هقول لك بمنتهى الصراحة, انا مش متضايقة ابدا. انا اساسا بيتوتية جدا, يعني بحب البيت قوي, ما بخرجش للضرورة. لما يكون عندي مشاوير بقعد اجمعها كلها واعملها مرة واحدة في يوم واحد وارجع تاني البيت. انا بيت بالنسبة لي مملكة, والمثل اللي انا ماشية بيه من خرج من داره اتقال عندك حق والله, عندك حق قوي 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 والله. أنا مختلفة تماماً, يعني الناس كلها متضايقة, أنا بقولهم أنتوا زهقانين ليه؟ بالعكس أقعد أقول لهم حاجات كتير مفيدة في البيت. يعني عايزة أقول لك, بقعد أنصح صحابي أقول لهم أكيد أوضتكم لخبطة, أكيد دوالبكم متنيلة ومتبهدلة ومتلخبطة وحاجات فوق بعض, أكيد الشتوي لسه ما دخلتوش الشتوي وما طلعتوش الصيفي والحاجات العجيبة دي. صح. اعملوا كل ده هتلاقوا وقت, هتلاقوا وقت لأولادكم تذكروا لهم, هتلاقوا وقت لأولادكم تعلموا حاجات جديدة, هتلاقوا وقت تقروا كتاب جديد اللي ما بيقراش أو نسي يقرا يبتدي يقرا يثقف نفسه يعلم يفهم حاجات كتير في الحياه, اتعلموا طبخات جديده. يعني انا عايزه اقول لك انا برضو بعمل طبخات. لا بقى انت طبخه شاطره, انت طبخه ماهره. اه والله بحب الطبخ قوي وببتكر بقى, انت فاهمه يعني مش مثلا الاكلات العاديه اللي احنا بنعملها, لا لاني بدخل التاتش بتاعي بقى فيها, فاهمه, بعمل كده تاتش خاص بيا انا, فبتبقى حاجات جديده مختلفه. يعني دلوقتي سمية الخشاب, انت مريتي بظروف كتير قوي يا سمية مش عايزين نتكلم فيها, خلاص نسيناها. انا شايفة دلوقتي واحدة قدامي متألقة وروحك حلوة قوي الحمد لله, وبتحاولي يعني زي ما بيقولوا رمية تكالك على ربنا ومكملة. انا النهاردة عايزة اعرف سمية الخشاب, انت فين بقى من المسلسلات والحاجات؟ يعني انا ليه مش موجودة السنة دي؟ ليه مش موجودة قبل كده؟ يعني عايزة اعرف بقى. زي ما ناس كتير قوي مش موجوده, وده موضوع انتاجي يعني مش هينفع نقعد نتكلم فيه كل شويه, بس اعتقد ان السنه الجايه هتظبط الدنيا وناس كتير جدا هتشتغل. بعض الناس اشتغلت وبعض الناس ما اشتغلتش. في ناس كتير السنه دي قاعده في البيت انتاجيه طبعا, ناس كتير عارفه الموضوع ده. انا برضو مش متضايقه, يعني انا تألقت في السوشيال ميديا وده حلو جدا, لان اكتشفت اخيرا حضرتي ان السوشيال ميديا هي مهمه جدا جدا جدا, وانا كنت هاملاها تماما على فكره. انت ما كنتي تطلعي ان انت لو كنتي مهتمه بالسوشيال ميديا كان زمان عندك فولورز بالملايين, يعني كتير مش مشكله. بس انا بدات دلوقتي اهتم بالسوشيال ميديا وبدات اتواصل مع جمهوري اللي بيحبني وفانزاتي اللي بيحبوني, وبدات يعني مش متضايقه خالص على فكره. يعني انا بقعد اقول ساعات ايه, ما انا ممكن انزل بعمل وما ينجحش, طب ما ده هيوقعني. بس انا كسمية على فكره حاله خاصه جدا, ممكن اقعد ما اشتغلش كام سنه بس الناس ما بينسونيش, لان دايما اعمالي بتتعرض طول الوقت باستمرار. يعني دلوقتي لو تخشي عندي على فيسبوك او على انستغرام تشوفي التعليقات انت هتندهشي. لا يمكن كمان في حاجه بتعوض حاجه يا سمية, يعني انت فعلا بتقولي كنت متجاهله مثلا السوشيال ميديا لفتره, فيمكن السنه دي في ناس كتيره قوي السنه دي حظهم ما كانش كويس ان هم يكونوا في شغل, او يمكن دي حاجه لمصلحتهم هم, وكان في مسلسلات بالفعل اشتغلوها وما تعرضتش, قرروا ان هم ياجلوها شويه والظروف كلها, فهو ربنا بيسيستم الامور زي ما هو عايز. فيمكن انت ربنا عوضك الناحيه الثانيه ان انت فعلا تألقتي على السوشيال ميديا, ويمكن ده كان حاجة كنت انتي هملاها زي ما بتقولي, فزي يعني حاجة بتعوض حاجة. انا شايفاكي في البيت دلوقتي, انتي اكتر مكان بتحبي تعودي فيه في بيتك اي مكان؟ اوتي. اوتي. انا دلوقتي قاعدة هنا عشان اعمل لكم لوكيشن ومرايق, مش معقول هصور في اوتي. انا طول بقعد في اوتي, بس من ساعة التيك توك والفيديوهات بنزل بقى الجنينة. ساعات عندي جنينة جميلة قوي, لو كل مرة نعمل لايف سيت بالنهار وفرجك على الجنينة بتاعتي. الله. وعندي شجرة مانجا قمر عسل, بقعد اكلمها بتمشي من الجنينة. بس لا بتكلمي الشجرة؟
بتقولي لها ايه؟ بتقولي لها ايه؟ على فكره الزرع بيحس بي يا روح قلبي شكرا قوي انت جميله وشكرا ان انت بتجيبي لنا مانجا جميله وكده. طبعا روح هي بتحس طبعا هي كائن حي بتتنفس وبتحس صح. فلما تجبري بخاطرها تجيب لك محصول تجيب لي مانجا اكتر ماما بتقولي انت تعبشتي مخبو. لا والله ابدا انا صح. مين مفتقده السنه دي في رمضان؟ لا مش مفتقده حد. طب مفتقده عزومات السحور والفطار الحاجات اه طبعا يعني بصي انا برضو كنت مقلب ده وانت عارفه عني ان انا شويه كده يعني انت ما بتخرجيش كتير ما بتخرجي ما بتخرجش كتير ها انت ما بتخرجيش كتير يا سمية؟ ما بخرجش كتير وناس كتير بتزعل مني انه ما بلبيش دعوات ساعات او كذا ساعات كده مع نفسي. بتتابعي مسلسلات ايه؟ بصي ما شفتش انا شفت بس من شويه شفت من شويه طبعا النجم الكبير عادل امام مش عارفه لسه المواعيد متلخبطه جدا بدور على حاجات كتير يعني بدور على غادة عبد الرازق عايزه الاقيه هشوف مواعيده وعايزه اشوفه مهتمه ان اتابعها قوي هدور على شفت دينا الشربيني النهارده عامله حاجه حلوه قوي قوي يعني بصراحه حاجه جديده ومختلفه يعني سمعت من اصحابي ان ياسمين عبد العزيز عامله حاجه واو اه انا ده حقيقي سمعت بس ما شفتهاش لسه بصراحه عايزه اتابعها برضو سمعت ان امير قرار عامل حاجه واو الاختيار حلو قوي لازم تتابعي حاجه مش طبيعيه يعني حاجه حلوه قوي ففي لا في كتير مسلسلات حلوه في حاجات كتير حلوه بس طبعا بشوف رامز يعني رامز السنه دي مجنون رسمي فعلا هو مجنون رسمي فعلا يعني انا لو بتعمل فيا ده انا ممكن يعني اولا يعني لانه انا عندي ضغط واطي وبيحصل لي شفتي بيشقلبهم ازاي على الكرسي يعني انا لما راجعت دي بالنسبه لي نهايه العالم ما اقدرش كارثه ففكره اللف يعني انا كنت مشفقه امبارح قوي على غادة عادل يا لهوي والنهارده ياسمين صبري بقى انا أيوه. تعبت وانا قاعده بتفرج تعبت مجنون رسمي الله يهديك بجد والله العظيم اول حاجه هتعمليها بعد الحظر وبعد الكورونا هسافر هو ده الموضوع بس الوحيد اللي انا ممكن يعني اكون مفتقده شويه بس أيوه. دايما برضه عادي انا متكيفه جدا وعايشه سعيده بكلم الشجرة بتاعتي بشرب الشاي بالليل يعني بزيزي. الحلقة النهاردة الكونكلوجن بتاعها ان سمية الخشاب بتكلم الشجرة بتاعتها سمية الخشاب النهاردة دعوة منك في الشهر الكريم دعوة بتدعيها دايما او حكمة بتؤمني بيها دعوة او حكمة؟ دعوة ولا حكمة؟ دعوة أو حكمة أو الاثنين أو الاثنين قولي الاثنين دعوة حلوة؟ شهر رمضان كده أتمنى السلام لكل الناس وأتمنى ربنا يرزق كل الناس الرضا ويرزق كل الناس الحكمة إن هم يفهموا إن الحياة ما تستحقش إن إحنا نتضايق ولا نحمل هم بكرة ولا نزعل من حاجة ولا نزعل من بعض حتى يعني والحكمة والمثل بتقولي مثل أو حكمة إيه؟ أنت بتؤمني بيه لا ده في كتير قوي يا حياتي في أمثلة كتير قوي إيه حاسة هو حلو يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني ضحك الناس عليا ده لطيف حلوة دايما اللي ينصحك لمصلحتك ولو حتى كان قاسي عليكي فده بيحبك وعايز مصلحتك سمية الخشاب في الآخر قلبك اتقفل ولا قلبك لسه مفتوح ومستعد يحب مرة واثنين وثلاثة؟ أنا قلبي كله حب وروحي كلها سلام وكلها محبة وكلها حب لكل حاجة حلوة في الحياة وكل حاجة في الحياة حلوة إن شاء الله هتجيني دايماً وتيجي لكل الناس وما فيش حاجة اسمها قلبي اتقفل أو إنه بطل لا ليه؟ العكس أنا مستعدة أني أحب ومستعدة أني أتحب ومستعدة أني أستقبل كل حاجة حلوة في الحياة وفي الكون أقدر أقول مستغربة أنا عايز أقولك على حاجة أنا أقدر أقول النهاردة أن دي حلقة إيجابية جدا 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 أي حد محتاج شوية طاقة إيجابية بجد يستمتع بالحوار النهاردة مع سمية الخشاب لأن حوار بوزيتيف جدا وحوار فيه كله تفاؤل بجد وانا النهارده هقول لك كل سنه وانتي طيبه وكل سنه وانتي بصحه كل سنه وانتي في امان كل سنه ودايما نكون مع بعض ونطل على الناس بالطاقه دي يا رب بجد تقولي ايه بقى لكل الفانز بتوعك دلوقتي
اللي سامعينك. حبيبة قلبي، اولا كل الحب والسلام والرضا والفرحه والبهجه والسرور والصحه والسعاده والعافيه والاماني الجميله والحاجات الحلوه كلها في الدنيا دي كلكم انجي وكل اللي عندك وكل الفانز بتوعي حبايب قلبي، كل الحب ليكم وكل السلام، وان شاء الله اللي جاي يبقى جميل. اتفقلوا وزي ما قلت لكم انسوا اللي فات واللي جاي بتاع ربنا، احنا بنملك الحاضر بس، عيشوا الحاضر بتاعكم، استمتعوا باليوم اللي انتوا عايشينه، اعملوا حاجات مفيده وحلوه وجميله تنبسطوا بيها وتحسوا ان انتوا انجزتوا في اليوم ده، سيبوا بكره على ربنا. بشكرك جدا 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 وفنان من البيت مع النجمه سمية الخشاب. كنتم مع فنان من البيت مع إنجي علي من إنتاج شركة النيل للإنتاج الإذاعي على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، رمضان النجوم.